ما يطلق حكا مباراة عن بداية هذه المباراة إذا انطلقت المباراة على بركة الله تعالى وأمامنا مدرب فريق خليج سرت محمد زواوي أكيد التعليمات وأمامنا الكرواتي رادان مدرب فريق الأهلي من ينفذ بالجايد يلعب الكورة ولكن سهلة عند الحارس مراد لوحش هذه الإعادة لعب الكرة ولكن سهلة كانت عند مراد لحيشي ترجع للزوية ابناء فريق الهلال السابقين هذه كرة وتسديد ولكن سهلة عند يعني مرتين ما كانت سهلة كانت صعبة على مرتين عند الحارس عبد المهيم الأزرق ممن حسين طقطق ابناء النادي الاهلي بكل تاكيد تصاعد في كل الفئات امامنا مدرب فريق خليل المدرب محمد زواوي المهمه ليست بالصعبه 30 دقيقه لعب 10 دقائق تفصلنا عن نهايه هذا الشوط الشوط الاول في هذه الركنيه هل من جديد في هذه الركنيه أمامنا بورجيجا لعب الكرة ولكن من جديد في مرة أولى حكم رجل لا وجود لشيء هناك ممكن مطالبة بشيء ترجع كرة بشواني ولا دف حامد ثلبة يكسر الجمود ويعلن عن أول أهداف اللقاء شوف الكرة لكن لعبت معلم يا حامد يا ثلبة. شوف الاعادة استلم الكرة بشكل طيب وفي اقصى الزاوية بوم في الزاوية هناك لعبت معلم يا حامد يا ثلبة. هدف مقابل لا شيء الاهلي يتقدم على فريق خليزرد هدف جميل هدف جميل ورائع جدا راقب مباراة وايضا فرج درسي هذه كرة ملعوبة ولكن سهلة عند الحارس الاكيد اكيد منقوص من مجموعه من اللاعبين هذه الهدف الوحيد في هذه المباراه اللي جاء عن طريق المدافع حامد ثلبة يحب يبحث يحاول فريق خليل موجود اي ثغره ولكن مرت الكره لصالح فريق الاهلي عند همام طارق في انطلاقه همام همام يلعب الكره هناك في اقصى الجهه اليسرى بامكان الكره من اللعب هذه الكره وتسديده ولا ولكن ضاعت تسديده كيف ما جاءت كانت من اكرم الزوي امام اكيد الطاقم او الحكم الرابع أه عماد خريش زوي مراوغه اولى طيبه مراوغه ثاني كان مرور زوي أي ايضا امام المكان للتسديد مات كره بشكل طيب والتسديده هذه لقطه التسديده الاخيره اللي كانت من حسين طقطق حب يركن الكره في الزاويه ولكن الحارس عبد المهيم الازرق كان بشكل طيب جدا بامكان فتح اللعب هناك في اقصى الجهه اليسرى فتح اللاعب بشكل طيب بامكان لعب الكره بالعرض هذه كره بالعرض ملعوبه ومرت وزال الخطر والعارضه العارضة في مرة أولى ما زالت الكرة في اللعب ما زالت الخطورة والتسديدة ولكن لأين ما زال اللاعب فريق خليل سرت أول تهديد حقيقي على مرمى فريق الأهلي من جانب فريق خليل سرت هذه الكرة اللي كانت بالعرض الإبعاد بالراس التسديدة كانت من اللاعب رقم 20 لاعب سالم ذي الله لكن كرته كانت في العارضة وأمامنا المدرب رادان وأمامنا المدرب آه. فريق خليل السر ملعوبه في مره اولى لكن تقطع وتعود اهلاويه من جديد هذا جويني 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 والهدف الثاني والهدف الثاني للاعب هيثم الجويني توغل مر. يعني بكل سلاسه بكل تقتدار وامتاع واقناع فتح لنفس الزاويه يتلاعب وبكل سهوله يضع الكره في الشباك بشكل انيق جدا انيق يا جويني في هذه اللقطه شوف الجويني مرمى الاول هذا الاول هذا الثاني وانفتحت الامور امام الجويني ليضع الكره بكل سهوله في مرمى فريق خليج سرت ابو بكر بوعقيله يترك ارضيه الملعب للعب اسامه السريط اعطاء الفرصه للاعبين اكيد بعد التقدم بهدفين مقابل لا شيء دي كوره في مره اولى الجويني صاحب الهدف الثاني همام لاكرم اكرم يسلم كره ترجع لاكرم من زوي من جديد وهذه كوره والهدف الثالث الهدف الثالث لصالح فريق الآلي عن طريق الصغير فهد طارق فهد يحرز اول اهدافه واول لمسه لهذا اللاعب يسكر كرة الشباك ويعطي الآلي الاسبقيه بثلاثة اهداف مقابل لا شيء ثقه كبيره ثقه كبيره لهذا اللاعب شوف الكره شوف اللمسه اكرم الزوي لعب الكره لفهد في مره اولى دربة دفاعيه لكن فتح روحه زاويه للتسديد ووضع الكره بكل اقتدار ليعلن عن ثالث اهداف الثالث اهداف هذه المباراه وشوف الرشاقه والاناقه ووضع الكره بكل جدارة واستحقاق فريق الآلي يتقدم بثلاثه اهداف مقابل لا شيء إذن يتكرر تتكرر نتيجه مباراه الذهاب تمشي كرة من محمد عياد في مرة أولى وانطلاقة بشكل طيب هذه كرة صلاح فريق خليل السرد انطلاقة من العبيدي لعبيدي 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 بمكانه تسديدة ولكن في مرة أولى ما زالت خطيرة على مرمى فريق الأهلي ولكن الإبعاد من التلبة مهند مهند عيسى يلعب الكرة أمامية استلام بشكل طيب من طقطق، يا سلام يا طقطق، يا سلام يا طقطق، يا سلام يا طقطق، فرصة الرابع الرابع الرابعة لفريق الأهلي. الهدف الرابع لفريق الأهلي عن طريق اللاعب علي مرعي، والبداية كانت من طقطق وعلي مرعي سدد كرة ويضع الكرة بشكل ممتاز جدا في مرمى الحارس عبد نهيم الأزرق ليعلن عن الهدف الرابع لفريق الأهلي واختتام تقريبا مهرجان التسجيل. او التسجيل من جانب لاعبي فريق الاهلي وفريق الاهلي اذا الاهلي يرتفع رصيده الى 30 نقطه ويعبر المحطه العاشره في مراحل دورينا الدوري الليبي لكره القدم بالعلامه الكامله ب 30 نقطه وبعشره مباريات متتاليه هنيئا لفريق الاهلي هذا المستوى وهنيئا لجماهير فريق الاهلي بهذا